أتحدث عن السياسة، فهذا ليس من عادتي، ولن أجزم بنظرية المؤامرة. لا، لن أتهم أمريكا أو إسرائيل بهزيمتنا وتدهور اقتصادنا وفساد مجتمعنا. فأمريكا في قارة ونحن في أخرى. فأمريكا لم تربي أبناءنا، وإسرائيل لم تؤسس مدارسنا. لا، لن ألقي بالمسؤولية على عاتق الحكومة السابقة أو اللاحقة، فهي لا تنتج تصرفاتنا وتعاملنا مع واقعنا. بل وللأسف فالعربي حين يفشل يتهم الكل إلا نفسه. فالقطار فاته، والإدارة أغلقت قبل وصوله، وأشياؤه ضاعت منه حتى الوقت فهو يهرب منه. وهذه ليست إلا الأمثلة بسيطة على عدم تحمل مسؤوليتنا. إذن حين نغير نظرتنا إلى حالنا ونعيد النظر في تصرفاتنا، حين ذاك سنعرف أننا نحن من وصل إلى المحطة متأخرين، وإلى الإدارة بعد انتهاء الدوام، وأننا نحن من أهمل أشياءنا حتى الوقت، فنحن من لم نحسن استغلاله. حين تصبح أمريكا دولة منافسة لنا اقتصاديا، لا دولة عظمى وفوق كل الدول، وحين تسقط نظرية المؤامرة من عقولنا لتحل مكانها نظرية المنافسة، حين نكف عن الاستهلاك لننتج، ونكف عن التقليد لنبتكر ونتمسك بحبل التقوى، حينها فقط لن نفشل. فاحزم أمتعتك باكرا ولا تدع القطار يفوتك، فإن فاتك لن يعود.